الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. النهارده السادس من اكتوبر، ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيده 73. كل سنه وبلدنا الحبيبه مصر بخير وسلام وامن ونصر. كل سنه وشهدائنا شهداء حرب اكتوبر دايما محفورين في القلب. تحيه الابطال حرب اكتوبر، حرب العزه والكرامه. دايما لما بنسمع قصص وحكايات عن حرب اكتوبر كل واحد فينا بيحس بالفخر والعزه، علشان جت بعد هزيمه مفاجاه في 67. بعد 67 الحزن خيم على مصر كلها، وطبعا الرياضه المصريه كان شريك اساسي في هذا الحزن. الرياضه المصريه توقفت، ورجع الدوري الممتاز في موسم 71-72، وفي موسم 72-73 كان الدوري بشكل منتظم. كان بيشارك في الدوري الممتاز 12 فريق، وحصل على الدوري فريق غزل المحلة. فريق غزل المحلة كان فريق كبير ويمتلك جماهيرية كبيرة. كان بيلعب مباراة في الوقت ده في ملعب الترسانة، مباراة مهمة أمام فريق طيران. واللعيبة بتلعب في الملعب لقت جمهورها، جمهور غزل المحلة، بيشجع الطيران. اللعيبة وقفت واستغربت، إيه اللي بيحصل ده؟ جمهورنا ليه بيشجع فريق الطيران؟ خرجوا ما بين الشوطين، راحوا لجمهورهم بيسألوهم، احنا المباراة بالنسبة لنا مهمة ومحتاجين نكسب فيها، ليه بتشجعوا فريق الطيران؟ الجمهور قال لهم احنا ما بنشجعش فريق الطيران، احنا بنشجع الطيران المصري اللي دلوقتي شن هجمات قوية على العدو الإسرائيلي في سيناء. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ما بين غزل المحلة وما بين فريق الطيران، وفضل الجمهور في المدرج واللعيبة في الملعب، وبدأوا يسمعوا الراديو ويسمعوا القوات الجوية اللي كانت بتشن هجمات قوية على العدو الإسرائيلي وقتها في إسرائيل. هجمات كانت هي مفتاح النصر. نصر أكتوبر درس كبير ومهم لشبابنا وأشبالنا في حب بلدنا مصر. وبعد 73 عمت الفرحة كلها شوارعنا وملاعبنا، وبدأت الناس تغني وتردد وتقول، وانا على الربابه بغني مملكش غير ان اغني واقول تعيش يا مصر.